يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من الحج على صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ويستمر الحجاج واقفين على عرفات يصلون ويدعون ربهم مخلصين في الدعاء والعبادة حتى موعد النفرة بعد مغرب يوم عرفة، ثم يكمل الحاج بقية أعمال الحج في مزدلفة ومنى ومكة المكرمة إلى أن ينتهي من رمي الجمرات وتنتهي أيام التشريق. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة المؤمنون، مع انقضاء ساعات هذا اليوم المبارك نتذكر أنه في يوم عرفة أكمل الله وأتم به النعمة، ففيه نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.